أمطار رعدية ونشاط للرياح في مناطق عديدة مع نهاية الأسبوع والتفاصيل في جوك ويكند بتسعين ثانية. بداية من يوم الخميس تشتد ويتسع نطاق السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد ونشاط في الرياح الهادئة. نشاط متوقع للرياح الشمالية على حفر الباطن والرياض وباقي المناطق والمناطق الوسطى، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيف في بعض الأوقات في المناطق الصحراوية والمفتوحة. ويستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة وتتراجع شدتها على مكة المكرمة. وبالانتقال لعطلة نهاية الأسبوع ويوم الجمعة يستمر فرص هطول سخات أمطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية الغربية ولكن بشكل أقل قوة واتساع من يوم الخميس. ويتجدد نشاط الرياح الشمالية الشرقية على القصيم وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة المنورة وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار. وأخيراً يستمر تأثير الموجة الحارة على تبوك والمدينة المنورة وبخاصة مناطق التهامة وتتراجع بشكل إضافي وملموس عن مكة المكرمة. وبالانتقال إلى يوم السبت حيث تبقى فرص الأمطار مهيئة على جنوب غرب المملكة وتتراجع الموجة الحارة بشكل تدريجي. أتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.